الله أكبر. اللهم اكرم نزله ووسع مسخره واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا ربي انك على كل شيء قدير. اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق له شربة ماء من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بحرمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تسليما سبحان ربك رب العزة يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. عليكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أجواء الحزن مخيمة على إطباء عمران، ونحن متواجدين أمام منزل الرجل الراحل، الرجل المضياف، الرجل الإنسان، الرجل الخدوم لمنطقته، وهو لو هو عبد الوهاب الفقيه الذي طلعت عليني صباح اليوم روايات بين القتل والانتحار والإغماء، لكن تعددت الآراء وضاعت لنا الحقيقة، ونتمنى أن تكشف هذه الحقائق مستقبلا إن شاء الله. رحم الله عبد الوهاب الفقيه، عزاؤنا فيه وعزاؤنا في أبنائه وفي إخوانه السي الحسن والسي محمد وجميع أفراد عائله، عزاؤنا إلى أمه المكلومة. إطباء عمران فقدت اليوم رجلا طيبا، فقدت شمعة تضيء سماء إطباء عمران، الرجل الكريم، الرجل الجواد، الرجل المحسن، نجده إلى جميع أطياف المجتمع، نجده في يساند ذوي الاحتياجات الخاصة، يساند الأرامل، اليتامى، يعني يساهم في التعليم، يساهم في الصحة، يساهم في كل شيء. الرجل رحل عنا دون وداع، سيبقى عبد الوهاب رجلا رمزا لن ننساه عبر زمن يسير. السلام عليكم. مؤسف هذا اليوم عند الساكنة ديال جهة قرميم كاملة والمغرب كامل، قصى واحد الرجل، شوف واحد الرجل عظيم يدير الخير في الصغير والكبير، المرأة راجل، ونعم الرجل ونعم الإنسان بتعامله وبالاحترامات ديالو، ونعم إنسان خلوق تما يسمع عيب ديالو لا كبير لا صغير. فقدته الساكنة وما ديش يتعوض بحال هذا الشخص لجهة قرميم وادن، جات قال هو عمل اعمال خيريه بدون استثناء، بدون استثناء. الكبير والصغير معروف عليه انه هذاك السيد يدير الخير، كان مريض يمشي عنده، عنده العزاء يمشي عنده، عنده الفرح يمشي عنده، واخا خمسة دقائق يعطيها لي هذاك السيد. والإنسان عظيم 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 عند الله. الله يرحمه ويولي برحمته، نجاه كامله فقدته. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.